أرسلوا بداية آثار دم الشهيد النمر. لا تخافوا أن أغلقت السفارات، لا ترتعبوا إن ارتفعت الأصوات، إن بشائر النصر قادمة، وهذه الصحوة الإسلامية العلوية ستنمو وستقوى وستستمر كما قال الإمام القائد، وبلا شك ستحرك نفوس وعقول وقلوب الشباب والرجال والنساء دماء الشهيد النمر. إن منطقتنا وما يجري فيها يبشر بانتصارات، إنما يجري في منطقتنا يبشر بانتصارات وفرج كبير، وإن شاء الله نحن مقبلون على تحولات سياسية مهمة في المنطقة، ولنستعد لأن نكون في ركب المقاومة وسفينة الجهاد كما كان الشيخ النمر. الشيخ النمر كبقية العلماء والمجاهدين، كالإمام الراحل في إيران، كالسيد عارف الحسيني في باكستان، كالسيد عباس الموسوي والشيخ راغب في لبنان، كالعلماء في البحرين، كالشهيد الصدر في العراق، كبقية المراجع والعلماء عندما خيروا من طواغيت زمانهم، واليوم عندما نخير من طاغوت زماننا من يزيد زماننا كما الحسين، بين السلة والذلة صرختنا يجب أن تكون، ألا وأن ندعي أو ندعي قد ركز لنا بين الدتين، بين السلة والذلة، وهيهات.